السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما كده يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله فيديو من تجاربي الشخصية، يعني الفيديو ده من تجربتي الشخصية في استخدام سورة عظيمة جدا من سورة القرآن الكريم. هذه السورة عندما قرأتها وعملت الامر ده ايام ثانوي، وعملت الصورة دي أيام ما كنت صغير في السن شوية، يعني من سنوات. أنا كنت بحب جدا القرآن الكريم وكنت بحب جدا أقرأ في الفوائد القرآنية. على فكرة يا جماعة، أنا شغوف بهذه العلوم منذ أن كنت صغيرا. أنا مش بقول لكم أنا عالم أو كده، أنا ممكن أبقى أقل من أقل واحد فيكم علما، ممكن أنت الشخص اللي بيشاهدني تبقى أفضل مني بمراحل قربا من الله عز وجل، تبقى أفضل مني بمراحل عقلا وعلما. فاهمني يا جماعة؟ انا مش بقول لك ان انا لا، انا بكلمك على الفوائد القرانيه. والفائده اللي هقول لكم عليها النهارده دي من مجرباتي الشخصيه، للناس اللي كانت بتبعت لي وتقول لي يا عبد الله عايزين فوائد من مجرباتك، عايزين فوائد انت تكون جربتها ونجحت معاك ب 100%. فالفائده النهارده باذن الله عظيمه جدا، وهي بفضل الله عباره عن سوره اذا قراتها بفضل الله مره واحده فقط، سوره لو انت قريتها مره واحده بس، رايت باذن الله ملائكه في منامك تحدثك أو تخبرك بحل مشكلتك أو تخبرك بأمر ما أنت دعوت به الله عز وجل أو غير ذلك. بس في البداية قبل ما أبدأ محتاج أقول لكم التجربة بتاعتي. أنا كنت بقرأ سورة ياسين، الكلام ده وأنا أيام الثانوية يعني، وكنت متعلق جدا بسورة ياسين. كنت بقرأ بقى في العلوم الروحانية، ويا جماعة أما حد يسمع العلوم الروحانية ما يدخلنيش في حتة السحر والشعوذة الله يخليكم. انا ما بكلمش طبعا متابعيني، انا بكلم الناس اللي بتصطاد، يعني بتحب كده تصطاد الكلمات. اما بتكلم عن الروحانيات في خلط يا جماعة، اما بتكلم عن الروحانيات او العلوم الروحانية انا بتكلم عن الفوائد القرآنية، بتكلم عن اسماء الله الحسنى، ما بتكلمش عن الجداول والطلاسم والجن والكلام الغريب وهذه الامور. انا اتحدى اي شخص يجيب لي فيديو من قناة انا قلت فيه لفظ خارج عن القرآن الكريم او خارج عن الاذكار. احنا قناتنا ملهاش علاقة بالسكة دي اللي هي الجداول والروحانيات، لا انا بتكلم على الروحانيات اي العلوم القرآنية، الحاجات اللي اتفق عليها العلماء ان هي حلال اللي هي المجربات. فاهمني يا جماعة؟ فبالتالي كنت بقرأ سورة ياسين وكنت شغوف قوي بقراءة سورة ياسين، كنت بحب قراءة هذه السورة كثيرا. فجيت كده حبيت يعني، وده حصلت والله العظيم، اقسم بالله العلي العظيم حصلت. بعد ما قرأت سورة ياسين مرة واحدة وقرأتها بصوت ولا عالي قوي ولا منخفض قوي، يعني قرأتها بصوت متوسط، بعدها قلت يا لطيف 211 مرة. يعني بعد ما قرأت سورة ياسين مرة واحدة بصوت ولا عالي قوي ولا منخفض قوي قلت يا لطيف 211 مرة. بعدها نمت وطلبت من الله تعالى ان انا اشوف حاجة في منامي. طبعا انا مش هقول الحاجة دي، بس انا طلبت من ربنا ان انا اشوف حاجة في منامي. سبحان الله يا جماعة، الاقي نفسي شفتها. وايه؟ مش شفتها وخلاص، ده انا شفتها بعد كده الاذان اذن قمت على صلاه الفجر. يعني انا عايز اقول لكم يا جماعه ان انا قمت قلت سبحان الله، يعني قمت يعني دموعي نزلت من كتر الفرحه اللي حسيتها او العظمه اللي حسيتها، والحاجه اللي كنت عايزها شفتها. فكذلك انت لو انت مضطرب، لو انت عندك مشاكل، لو انت عندك ازمات في حياتك، لو انت عندك حالتك النفسيه اصلا سيئه، كل هذه الامور وعايز حل، عايز مخرج من مشكلتك، الفايدة ده عظيمة جدا في هذا الشأن. ده غير طبعا تجربتي مع سورة ياسين. جربت على فكرة يا جماعة سورة ياسين في حاجة تانية، ان انا برضو دعيت الله عز وجل وقلت يا رب خليني اصحى على صلاة الفجر، وفعلا صحيت على صلاة الفجر وكان الاذان بيأذن. يعني برضو انا مجربها في حاجة تانية، في رؤية تانية. بقول لكم يا جماعة السورة دي عظيمة جدا، السورة دي فيها اسرار كثيرة، اسرار بجد يا جماعة ممكن يعني تغير حياتك كلها. فكل اللي هطلبه منك عشان تحصل على الثمرة اللي حصلت عليها، ان انت باذن الله قبل ما تنام هتقرا سورة ياسين مرة واحدة بس صوتك ولا عالي قوي ولا يبقى منخفض قوي. بعد ما تقراها تقول يا لطيف 211 مرة، وبعد ما تقول يا لطيف 211 مرة تقول الدعاء ده مرة واحدة بس، بعدها تنام على طول. يعني تقول الدعاء اللي هقوله لك ده مرة واحدة بس، بعد كده تنام على طول. والدعاء اللي هتقوله ان شاء الله هو اللهم ارني في منامي كذا، اللهم ارني في منامي كذا، وتقول الحاجة اللي انت عايز تشوفها في منامك، تقول الحاجة اللي انت عايز تشوفها في منامك. فبس كده يكون الفيديو خلص. أسأل الله أن يوفقكم يا رب وأحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.